السلام عليكم يا رفاق، مرحبا بكم. اسمي ياسين. هنا وصلنا في المقطع السابق. جاء هؤلاء الاعداء الكلاب، ذلك الشخص يجب عليه تسديد عليه مرتان. يا سلام عليك، اسقطته للأرض. هذا الكلب كذلك، مرة واحدة فقط ممكن ان لم يمت. المشكل الكبير هو ان البيبان قفلت ولدي هيلث واحدة فقط، وفي هذه اللحظة سيكون عدد الاعداء هائل جدا، ويجب علينا العراك ضد عدد هائل جدا من الاعداء. وكما تلاحظون مع البداية لازلت اجمع في الاميونيشن، ولقد دمروني وخسرت الهيلث الواحدة التي حصلت عليها، وسيكون هناك مزيد من الاعداء في الاسفل، ولست متأكد هل استطيع الحصول على هيلث ام لا. ولقد سمعت الصوت ورأيت بالفعل عدو. ها هو، ممتاز، جاي عندي الكلب. أغبياء هؤلاء الأشخاص، يعتقدون بأنهم أفضل عسكر في التاريخ. الشرطة العسكرية. من أين خرج أنت كلب؟ حسنا أحسنت يا صديقي ماكس بين، نستعمل القدرات الخيالية. تلك القفزات هي التي ستدمر هؤلاء الأعداء. أحسنت يا صديقي ماكس بين. والجميل في مثل هذه القفزات، في إمكانكم تشغيلها بدون أن تملأوا تلك الخاصية الخاصة بتثقيل الوقت. يستطيع ماكس بين فعل تلك الأمور. نتابع الطريق يا رفاقي. هل من الذكي الجري أم من الذكي استعمال هذه الاستراتيجية لكي لا يستطيع إصابتكم؟ أتوقع أن لن يستطيع إصابتنا. مشكل، الأعداء سيظهرون، أنا متأكد. وبالفعل انطفأت الأضواء. واو، ها هم. موت أنت، يا سلام، شخص بالخلف منك. جيد، دمرته. كلاب جايين، استعمل القدرة الخيالية. أحسنت، قتلت ذاك. هناك شخص آخر على اليسار، لا يوجد أحد على اليمين. أين هو ذلك الكلب؟ المهم سنتحرك، نستعمل القفزات العالمية. يا سلام، أوه، ما رأيكم يا رفاقي؟ دمرته يا حبيبي. المعركة صراحة أخذت مني بعض من الوقت وأصابوني جيدا، فقررت السكوت والتركيز، فدمرت جميع الأعداء. أخيرا وجدت هيلث، هذه الهيلث سأستعملها الآن. يعني لم تسبق لدي أي هيلث. يجب الضغط على ذلك الزر لكي نتابع السير، لكن قبل هذا انتظروا اكتشف ماذا يوجد داخل من ذلك الترام. هل هناك هيلث اخرى؟ لاني احتاج صراحه للهيلث، على الاقل 4 هيلث. لا تضيعوا وقتكم، لا يوجد اي شيء في ذلك الترام. هيا سنشغل المحرك الان وسنحاول الاتجاه مباشره للمطار. ليتس جو بويز. هذا المطار كبير لان المنطقه كلاب. اقفز. احسنت. مش انت كذلك. لقد اصبت جيدا صراحه. اوكي. تحرك يا صديق ماكس بين. اختبئ، استعمل القدرة الخيالية. يا سلام، دمرته. عندهم الغاز ماسك، سيستعملون غاز. لقد قتلوني، من أين سددوا علي؟ أخبروني أصدقائي في الردود من أين سددوا علي. هل ظهر شخص ما بالخلف مني؟ أفضل استراتيجية صراحة هي عدم التسرع. بما أننا عرفنا أنهم سيأتون لن نتسرع، سنختبئ هنا في هذا المكان وبعدها سنحاول قتلهم. هذه هي الاستراتيجية، نقتل أولا ذاك. يا سلام، دمرته. استعملوا الغاز كالعادة لكي لا أستطيع رؤيتهم. لن نستطيع، سأنتظرهم حتى يقتربوا مني. نعم، فهمت الآن، هناك هذا الشخص قريب. هذا هو الكلب الذي قتلني، رأيته الآن يا رفاقي. واو، الهارد كور خطير في هذه اللعبة. إذا كنتم ستلعبون يا رفاقي باستعمال استراتيجية التوغل فلا تختاروا الهارد كور. سددوا علي قنبلة، لا أستطيع رؤية أي شيء. واو، إذا توغلوا في هذه اللحظة سأموت. صديقي ماكس بين، هيا تحرك بتلك الاستراتيجية. يا سلام، لكي نغير المكان. الآن أستطيع رؤية جيدا. ممتاز، دمرت الزجاج. نسدد على ذلك الشخص بطريقة السبام. أصبت جيدا، نعم، لقد فقد الكثير من الدماء ومات. ذلك المغفل دمرته. القناع الذي هم مرتدون هو قناع سيحميهم فقط من السموك، ذلك الدخان. أما بالنسبة للهيد شات، ضربة واحدة في الرأس وسيموتون. لا مشكلة لدينا من ناحية التدمير بالهيد شات. ذلك الكلب أصبته، لازل لم يموت. موت، يا سلام، أصبته. أين أنتم يا أيها المغفلون الأغبياء؟ لقد دمر صراحة عدد هائل جدا من الأشخاص. نعم، هناك شخص لقد رأيته، جاء لهذه الضفة. ممتاز، صبته. يا سلام، سمعت صوت ما يأتي من اليسار. أخرج، أظهر وجهك. أم هل تريد مني الخروج أنا؟ ليست لدي هيلث، لو كانت لدي هيلث لخرج. أين هو؟ قريب جدا مني. هيا ننتظرك حتى تعمل الريلود وندمرك في العين. اسقط للأرض. أتوقع بأن أغلب الأعداء قتلناهم. نعم يا رفاقي، لقد دمرت الجميع، لكن يجب علي أن أبقى مستيقظا حاضرا. عندهم أسلحة فتاكة صراحة، لن أكذب عليكم. بعد بحث طويل لم أجد أي هيلث، لهذا السبب سندخل للقطار. وها هي الكاتسين بدأت. هذا القطار فإن سيأخذنا مباشرة للمطار. لا توجد أحد الأشخاص، لقد تحركت مع القطار. حدث لها جليتش. جاءوا. نعم، واو، هذه الحلقة الأخيرة، حلقة خطيرة وليست لدي الهيلث. صديقي ماكس بين، ماذا سنفعل الآن؟ هم في هذا القطار بالقرب مني، رأيتمهم؟ كلاب. كيف سنستطيع يا صديقي ماكس بين تدميرهم؟ هم يسددون ويختبئون. ندمر ذاك الغبي. ممتاز، أصبته، لكن لا أعلم هل قتلته أم لا. ندمر ذاك. يا سلام، أحسنت يا صديقي ماكس بين، أسقطنا على الأرض. لقد مات. هل سيقفزون لقطاري؟ أظهر وجهك وستموت. هذا الكلب،
مع الأسف لقد أنقذ قطاري. لولا قطاري لدمرته. مش أنت؟ يا سلام يا سلام، سقطت هذا الكلب كذلك، ممتاز، أنزلته على الأرض. هذا الشخص الآخر، ذلك الكلب، يا سلام يا سلام يا سلام، لقد أصبته. كيلا، كن رجلا وأظهر وجهك، لا تختبئ. حسنا نتحرك بسرعة، نختبئ هنا. لا أستطيع الاختباء مع الأسف، نستعمل استراتيجية. أحسنت يا صديقي ماكس بين، يا سلام دمرته. هناك شخص آخر، نعم 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 نعم، الاستراتيجية صديقي ماكس بين، يا سلام يا سلام يا سلام، دمرته، ابتعدت كثيرا. الاستراتيجية صديقي ماكس بين، أين هو الكلب؟ ها هو. هل أصبته؟ لست متأكد. ماكس بين خطير خطير، نختبئ. حصلت على 2 من الهيت، كيف استطعت الحصول على ذلك العدد؟ هيا اقفز، ممتاز. موت أنت كلب، أصبته جيدا، لا تقلق، نستعمل نفس الاستراتيجية، اقفز، أحسنت. أين هو؟ هناك في الخلف، ممتاز ممتاز ممتاز، أصبته لكن لم أقتله. سيكون هناك شخص هنا، ها هو. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، دمرته في الرأس، لم يتبقى الكثير وسنقتل الجميع. ها هو هذا الكلب جاي. يا سلام يا سلام يا سلام، شخصان وليس شخص واحد، ممتاز، قتلته، ندمر الزوج لكي نستطيع الرؤية بشكل جيد. جيد، شخص آخر دمرته، نتقي الوقت، ليتس جو بويز، فرغت فيه السلاح، ممكن أن ننتهينا. بدأت الكاتسين، يعني بعد قتلكم لأولئك الأعداء ستبدأ الكاتسين. واو، جايين بالطائرات، هذا كله من أجل حماية الرجل الخائن وزعيمه. قتلنا ذراعه الأولى في المقطع السابق إذا تذكرتم، وبقي الآن زعيمهم فقط. ماكس بين كعادة يلقى هذا، اختار سلاحه الذي يحبه وهو المسدس، لكن يا صديقي ماكس بين لن نستعمل المسدس الآن. من الجيد أنني حصلت على 2 من الهيلت، لست متأكد كيف حصلت على 2 من الهيلت لكننا فعلناها. نعمل سبامين بتلك الطريقة، نستعمل هيلت، لماذا لا أستطيع استعمال الهيلت؟ ضغطت على الزر لا أستطيع. مثلا ممتاز، الآن استطعت استعمال الهيلت، أظهر وجهك. يا سلام، أحسنت، موت موت، القطار فإنه يدور، لا أستطيع عمل الإيمين بطريقة جيدة. هذه لعبة خرافية خرافية واحترافية وحقيقية من ناحية التسديد إلى آخره، هي لعبة اختبئية، لعبة حقيقية خصوصا إذا اخترتم الهارد، أما إذا اخترتم في الصعوبة النورمال سيكون الأمر عادي. شاهدوا هذا الكلب، هل يستسلم؟ انتظروا انتظروا، نكشف هل يستسلم أم لا. لا لم يستسلم، لازال حاملا معه السلاح. خذ تلك الرصاصة في الرأس يا أيها الكلب، لو أنزلت سلاحك لما قتلتك. بدأت الكاتسين وظهر بأن هناك مزيد من الكلاب، ومع الأسف قطاري سينصدم، فقرر ماكس بين الهروب بتلك الطريقة والقفز للقطار الآخر الذي فيه الأداء. والآن لحظة التدمير، جميل جدا، لقد دمرتهم يا رفاقي، قليل من التركيز فقط وستنهون أي شخص جاء في طريقكم. وها نحن أخيرا وصلنا للمطار، ننتظر هذا القطار حتى يقف وبعدها سنخرج. هيا أخرج، كيف سأستطيع الخروج أولا؟ يجب علي الخروج من الباب. أوكي، ها هو المخرج. بدأت الكاتسين، مسكين ماكس بين أصيب كثيرا، معركة خطيرة بصعوبة الهاردكور، لم يروني بعد، شاهدوا أن القطار فيه الرصاصات، يعني المعارك كانت شرسة. لازالوا لم يكتشفوا بعد بأنني أنا هو الشخص الذي قتلت أتباعهم في القطار، فقرر ماكس بين تسلل بالخلف منهم بدون أن يتعارك. أحسنت يا صديقي، هي تسلل، يقترب فقط من العدو ولا تقلق، سندمره. ها برانكو، وصلنا للهانغار الخاص ببرانكو. برانكو ليس برانكو الشخص الذي اشتغلنا معه، بل برانكو أخوه، لأن قتله من أجل أن يرث إلى آخره، بالرغم من أن الشخص الذي كنا نشتغل معه ليس هو الأغنى من ضمن إخوته، لكن هذا الكلب الطماع قتله هو وابنته وأخاه الآخر مارسيل من أجل أن يستولي على جميع الممتلكات. وها هو ماكس بين وصل للرأس الكبير الخاصة بالشرطة العسكرية. أما بالنسبة لبرانكو الشرير، ركب في تلك الطائرة يريد الهروب، والآن سنتعارك ضد رجال الصوات. أول شيء نفجر تلك القنابل، وبعدها سندمر هؤلاء الكلاب الأغبياء على السريع بهذه الطريقة يا رفاقي. لقد أصبتهم جيدا، لست متأكدا قتلتهم أم لا، قتلت 3 أشخاص وبقي 3 أشخاص. هناك سنايبر، لا أصابوني أصابوني. صديقي ماكس بين، صديقي ماكس بين، أنا متأسف لكننا سنموت في هذه اللحظة يا صديقي ماكس بين، اقفز، استعمل قدرتك الخيالية، موتوا يا أيها الكلاب. اقفز مرة أخرى يا صديقي ماكس بين، إذا لم تستعمل قدرتك الخيالية في هذه اللحظة فإننا سنموت يا صديقي ماكس بين مرة أخرى. أحسنت يا صديقي ماكس بين، موت أنت، موت أنت، وذلك الكلب،
في تلك الضفة قتلته. بقي هذا أحسنت يا صديق ماكس بين مغفل. وهي الكاتسين بدأت، يعني ذلك الشخص بالخلف من هذا السلاح لا يمكننا قتله، بل سنفجره بقنبلتين. وقطعت له اليد. أحسنت يا ماكس بين كلب، سيموت موتة شنعاء. الحمد لله أننا ضيعنا على وجهه. This was it. It was almost over. شاهد الكلب زعيمه اختبأ بالخلف من ذلك الدرع درع الصوات وبدأ يسدد علي بالقنابل. هيا ماكس بين اقتله، ضربه واحده في الراس. صراحه اغضبني كثيرا هذا الشخص. اقتله يا ماكس بين ارجوك. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a برد الحراره التي ارتفعت في قلبي الان هيا في الرأس. لو كنت مكان ماكس بين في هذه اللحظة لسدت عليه في الرأس، لكن ماكس بين يريد مني أن يتعذب، لأننا إذا لم نقتله وخصوصا أنه فقد اليد وفقد النصف في رجله. شاهدوا في إمكاني تسديد عليه في هذه اللحظة. أن أسدد عليه أم لا؟ لم أسدد عليه ومات بالآلام، وكذلك حصلت على تروفي. يعني إذا لم تسددوا على ذلك الشخص فإنكم ستحصلون على تروفي. وها نحن حصلنا على سلاح القنابل. هيا أين أنتم يا أيها الكلاب؟ أظهروا وجهكم وستموتون. أوكي هيا علي تسديد هكذا تقريبا لكي تستطيع القنابل الوصول لهم. أحسن العمل. هيا الهليكوبتر. هيا السيارات كذلك. لا تقلق يا صديقي، سأدمر الجميع. دونت وري دونت وري، انتظر. أين هو؟ حسنا خذ، ممتاز. هيا لقد دمرتهم. Let's go boys don't worry. فقد تحرك ولا تقلق. رجال الشرطة هيا. يا سلام، خذوا يا أيها الكلاب رجال الشرطة المغفلين. أحسنت يا صديقي، سدد يا ماكس سدد، ممتاز. خذ يا أيها الكلب، أنت كذلك. أحسنت يا ماكس. هيا سنحاول تفجير تلك طريقة تسديد هذا السلاح مرسل القنابل. هي مختلفة شيئا ما على طريقة تسديد في GTA 5. يجب علي التعود عليه. هيا بسرعة بسرعة. أحسنت يا ماكس بين، خذ، ممتاز. أصبتهم. يا سلام. هيا في الفوق. هيا جميل جدا. قنبلتان فدمرنا تلك السيارة المدرعة. أين هو الأخ برونكو الشرير؟ هو في الطائرة. نعم ها شاهدني يا أيها الكلب المغفل. خذ، دونت وري دونت وري، سندمر هذه الطائرة لا تقلق. بسرعة. أحسنت أحسنت أحسنت، لقد أصبتها جيدا. واو فيلد بين ستوري كومبليت. ليتس جو بويز. الميديوم والهارد، حصلت على 2 من التروفيز. بما أننا خسرنا الهارد فحصلنا على التروفي الخاصة بالهارد وكذلك التروفي الخاصة بالميديوم، بالإضافة لتروفي أخير نسيت ما اسمه. فيلد بين يا أيها المغفل، هيا واشعر بالآلام، الآلام التي تسببت لأخيك، أخوك من نفس البطن يا أيها الكلب. اقتله يا ماكس بين، صديقي الشرطي لا يريد مني قتله. ماكس we have what we need on him now. كلاب، شاهدوا ماكس بين المسكين كيف أصبح. أصبح جسده كله دماء بسبب المعارك الشرسة. طلب مني ذلك الشخص ألا أقتله، قال لي اتركنا نأخذه للسجن وأعدك أنه سيتعذب في السجن. أرجوك فقط ثق في. سنثق فيه. ولماذا يضحك علينا ذلك الكلب؟ يضحك علينا لأنه سيدفع الرشوة وسيخرج من السجن. ضرب ماكس بين في الرجل. أحسنت يا دميرة. أشعر قليلا بالآلام التي شعر بها الناس البريئون قبلك يا برانكو الكلب الغبي. ومرت الأيام. ماكس بين هو في منطقة تسمى الباهية، يستمتع بوقته، يدخن ويشرب كالعادة لكي ينسى الآلام. لكن أتوقع أن ماكس بين سيقطع شيئا ما الشراب في هذه اللحظة. وها وفيكتور برانكو ظهر في الأخبار واكتشفوا بأنه مات. بوليتيشن فاوند ديد. ماكس بين عرف الخبر وها وذا أخذ حقيبته وذهب. إلى أين سيذهب؟ لست متأكد، لكن الشيء الذي نحن متأكدين منه هو أننا ختمنا وأنهينا لعبة ماكس
متابعين. ونصنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا المقطع، أتمنى أن أعجبكم. حتى الملتقى، مع السلامة يا رفاق.